السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمم تمارين تقويم ودعم الوحدة الثالثة الصحة 54. كنا أنجزنا التمرين التاسع، كنا بدأنا في إنجاز التمرين التاسع، ولونوا كل بطاقة باللون المناسب، ثم كنا لوننا البطاقة الأولى، هذه البطاقة، ليس كذلك عبد الرحمن؟ بالأحمر. دائما أنت. وليس هذا أحمر يا عبد الرحمن، هل هذا أحمر؟ غاص. إذن هذا لون وردي، ليس أحمر. أنا لما يكون شيء تشبه الأحمر تنقول لي أحمر. انظر، ربما هنا أين سبعة؟ ابحث لي عن البطاقة العدد سبعة. بالأزرق، أين هي بطاقة العدد سبعة؟ بسرعة. سبعة زائد سبعة. أحسنت، سبعة زائد صفر. أين هي بطاقة العدد تسعة؟ سبعة زائد اثنان. سبعة زائد كم؟ زائد اثنان. خذ ربما هذا اللون، لا أعرف هل هو مناسب للون. لا. نحن سنضعه. هو سبعة زائد اثنان، رائع ما شاء الله. سبع أخضر. نعم، الآن نريد البطاقة الأخيرة، ثمانية. ثمانية عبد الرحمن. ثمانية هي خمسة زائد كم؟ واللون لا يوجد لدينا لون يشبه هذا اللون كثيرا، هذا في الأعلى لا أظنه. المهم نضعه، نأخذ ربما، مهم أنه خمسة زائد ثلاثة هي ثمانية، ونضع لها السم حتى يعرف الأطفال هذا اللون، يعني هو هذا. وتسعة، أنتم لا تضعوا الأسهم، الأفضل لا أضع الأسهم لأن بعض الأطفال يفعلون يعني ما نفعله ب يعني لا نريدهم أن يقعوا في الخطأ. والآن ألون الفراشة بالألوان المناسبة، ألون الفراشة بالألوان المناسبة. نضع علامة الألوان. اللون الأصفر، أين هو اللون الأصفر؟ قل لي، أنا سأخذ الأصفر الآن. لا أعرف. كيف لا تعرف؟ الأصفر يا عبد الرحمن، مكتوب فيه سبعة، يلا ابحث عنه. لا تعرف؟ لازلت لا تعرف؟ إذا لا تعرف. 2 زائد 5. أحسنت. نعم، خذ اللون الأصفر. 2 زائد 5، نضع علامة هنا. إذا اللون الأصفر هنا فاضل. اللون الأحمر، اللون الأحمر، اللون الأحمر بسرعة. 8 زائد 7. أحسنت، 8 زائد 0. والأزرق، الأزرق يا عبد الرحمن، الأزرق. الأزرق هذا بسرعة.
بسرعة. 5 زائد 4. رائع ما شاء الله. 5 زائد 4 ستة. ستة أزرق. 10. نعم. أي كيف كيف 10؟ ستة اللون الأزرق. ستة هذا اللون الأزرق. 7 زائد 3 7. الآن اتركنا دع 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 6. 10 الأخضر ما بأي قل لي أي جزء سنلونه بالأخضر؟ 10. أي جزء يساوي 10؟ 7 زائد 3. أحسنت الآن أجبت بشكل صحيح. 17 18. من تلون هذا؟ أنا فقط أضع العلامة. من تلونه؟ دبش حل النقطة عندي. نقط كثيرة صراحة تستحق عليها جوائز قيمة. دبش حل أظن 20 نقطة. ماذا؟ 20؟ لا بس. لا أظنها 20. أتظنها 20؟ لا أنت تمارين جواب كثير. أظنها 23. 23؟ كنا أنجزنا التمارين أليس كذلك؟ التمارين 10 ونتابع 54 مع الصفحة 56 لأن ومع دعم نهاية الأسدس الأول. تمارين دعم نهاية الأسدس الأول أكمل تلوين. أقرأ عبد الرحمن. أقرأ. أكمل تلوين الريشات التي لها نفس الطول باللون نفسه. الآن قل لي هذه الريشة بأي لون سنلونها؟ نعم خذ. بأي لون سنلونها؟ لا تعرف؟ لا تعرف. مطلوب منا أن نلون، أن نبحث عن ريشة أخرى. ماذا تريد؟ قل لي ماذا تريد أنت الآن؟ ماذا تريد؟ نقرأ القصة. القصة نعم سنقرأ القصة بعد قليل إن شاء الله. سنقرأها مع الأطفال. سنقرأها ونضعها في القناة إن شاء الله. سنقرأ أنا وأنت قصة. يلا ننجز التمارين ثم بعد ذلك نقرأ. يلا أعدك يا عبد الرحمن إن استطعت أن تجيب سنقرأ لك. يلا إلى قدرتي ما فنديش السؤال. إلى قدرتي تجاوب باش نقرأ لك. إذا ربحتك ما عليك نقرأ لك. يلا سير يوسر بالوقت بالدريجة. أشنو نشرح لك؟ شوف هنا باش غنلونو قلب على هذيك اللي تتشبه هذيك الريشة اللي تتشبه لهذ الريشة هذي باش نلونوها بنفس اللون باش ملون. ما فهمتيش فين هي ديك اللي قدها؟ الازرق. الازرق كبر منها جات في الوسط. لا هادي هادي لا ماشي قدها. الاصفر. الاصفر اذا احسنت هو بالاصفر. لما نقرا القصه بالاصفر انتم لونوا الريشه كلها. الآن أريد أن ألون هذه بأي لون؟ نلونها؟ طب أين اللون؟ سأنظر هل تقريبا هذا اللون سنضعه هنا. اللون البنفسجي قريب مهم قريب لا لون بين الأزرق والبنفسجي. هنا الأخضر. هنا الأخضر. هنا الأخضر. الأخضر صراحة الألوان هنا غير مهم أن الألوان هذا اللون أصفر البنفسجي الأخضر ثم فهمت برت... أيه قول لي هذا بسرعة. برتقالي. برتقالي